سلام عليكم، معاكم اليوم عمر او كابتن الامارات. اليوم معاكم في فيديو جديد يا جماعتي. فم اليوم يا جماعتي عندنا الحلقة الرابعة من سلسلة مهنة لاعب مع اياكس. فم اليوم يا جماعتي بنبدأ هذه الحلقة. فم اليوم للاسف مو بلابس تيشيرت اياكس. للاسف يعني انا كنت ابغى البس تيشيرت اياكس بس تكاسلت وقلت خلني اسوي الفيديو الحين. اليوم اشتريت تيشيرت هولندا الأول لكأس العالم 2022، لأن بسبب هولندا نفسها دولة حلوة طلعت بعد ما هزتها في يوليو 2022. اليوم يا جماعتي بنشوف شو مباريات اللي بنلعبها مع أياكس، مع أن لاعبي جنسيته إنجليزي موب هولندي. فاهم اليوم بلعب ضد اوتريخت وتفينتي ورينجرز في الايبروكس. اتوقع الايبروكس موجود في اللعبة، ما ادري بصراحة. ومباراة رابعة في الحلقة بتكون ضد اي زد الكمار. فاهم في الحلقة اللي بنخلص شهر، اتوقع هذا الشهر اكتوبر، وبعدين نروح لشهر نوفمبر ونعدي في المباريات. انا العب كل مباراة بالنسبة لي، فخلوني اسكر الباب وارجع لكم. اوكي، ف هي رجعنا لكم. انا سويت تدريب الحين، خير لكم شو التدريب اقدر اسوي مع ثاني. لا سويت اوريدي. فاهم اللي بيكون عندي اني انا اقدر اطور لاعبي لانه صار ليفله 9. فاهم خلينا نطور اللاعب الحين. فشو مطور لاعبي الحين؟ هل نطور في قوة تسديد؟ قوة تسديد، دقة الرأسيات، و شو بعد؟ ركلات الجزاء ولا دقة الرأسيات مرة ثانية؟ دقة الرأسيات مرة ثانية. جي صارت طاقتي 74. حلو، قبل بداية الحلقة زدنا ريت. فان بلعب ضد اوتريخت اساسيين. ليتس جو على ملعب يوهان كروي وان شاء الله الفوز. اوكي، هذا هو لاعبي. بداية اللعب بانتظام. طبعا انا تشيكت على لاعبي، اصلا لاعبي طلع اصغر لاعب في اياكس، هو عمره 18 مو بعمره 17، ومع انه هو المفروض يكون في خيار انه يكون عمرك 17 في اللعبة، لان اكيد يو لعيبة ممكن قدي في الحقيقة، وهالشي بعد ما موجود في فيفا. فميبوني ايب هدفين او اسستين 7.5. بختار الاستحواذ. يلا نبدأ هذه المباراة ضد اوتريخت. في تستهبل. نبدأ هذه المباراة ضد اوتريخت في ملعبنا وان شاء الله الفوز. هيك العبها على اليسار، كرة لتاديتش، تاديتش 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 يلعبها ورا لكلاسن. كلاسن تسديدة والهدف الأول. 1-0 يسجل ديفي كلاسن، هدف أول في الدقيقة الرابعة. حلو، واحدة من قمم الدوري الهولندي سجل فيها كلاسن، والجماهير ما ادري ايش يعني، حرفيا كلهم يحتفلون نفس الاحتفالية. فكلاسن يسدد كرة باليسار يسجل منها الهدف الاول. حلو حلو يا كلاسن، اتوقع هدف الخامس في الدوري، لا ثالث في الدوري. فهو هدف الثالث وانا عندي ممكن 12 هدف هالموسم. فاهم هي يلا كرة تمريرة لا تزال. رجعت تسديدة والهدف التعادل لأوتريخت في الدقيقة العاشرة. هدفين، هدف لنادينا وهدف لأوتريخت. وأيضا معلومة عن أوتريخت، أوتريخت أتذكر في مرة يابو أعطونا مهاجم، أعطوا نادي الشباب مهاجم، مو بنادي شباب الأهلي، نادي الشباب تعاقد مع منهم
ثبت اقدامك في مع منصة مهاجم، الفريق الاول وتلعب بشكل والمهاجم اساسي، فهذا انجاز طاح كبير في رهيب. غيبوبة في نص تنظيم الموسم الهجمات تمام، مثابرة وطلع، كامل، لعبة كان اسمه جود تنظيم بويمنز. لمرحلة المسيرة تام، وعليه ان وأيضا تعاقدوا مع جزيرة في 2018، تعاقدوا مع اللاعب ناصر بارزيت أيضا شاهد قوة الضغط على من الدفاع، أوتراخت. تدخل ممتاز لاستعادة هي الكرة. يلا تاديتش، تاديتش يلعبها وكامبوس وعمر تسديدة تخلص من الحارس، حرام. يمين كرة عرضية سيئة جدا الفريق المتدين تخلص، اوكي يتلاعب في تبادل يلا كرة يلا أساسية. يلعبي. والهدف الثاني، الهدف الثاني 2-1. سويت لك، سو لك يا حبيبي، لعيون هذا الهدف الجميل. فالهدف الثاني 2-1 في هذه المباراة، حلو. بعد مو يحتفل نفس الاحتفالية الهدف الأول، أوكي. أتوقع أن مباراة جدا مهمة بالنسبة لجماهير أياكس، وسجل هذا الهدف الثاني فيها. فتشوف الاستلام والتسديدة وحطيتها في المرمى، ليتس جو. راحت لوترخت، تمريرات، لا عرض، عرض تسديدة. ها أغبى هدف ممكن يدخل علينا. ما كيف سجل الصراحة، يعني كانت سهلة يقدر يصدها الحارس، بس انها دخلت. خلينا نشوف عرضها وتسديدة خفيفة جدا، والحارس ما سوى اي شيء عشان يصدها. شاي حارس، بس دوستي سجل علينا الهدف الثاني. وكامبوس تمريرات، يلا يلا ندرب بدل مركزي للسي ام، كرة والهدف الثالث، الهدف الثالث 3-2، 3-2 هدف ثالث. سوو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 
بعدين شفته جبت جول. المدرب بدلني للسي ام، اتمنى انك تراجع حساباتك يا مدرب وتردني مهاجم، لان انت ليش شيء هذا مو بصح. وشوف هديت الكرة شوي وبعدين شطها على طول وسجلتها، هدف ثالث ممكن اقول ديربي. ف ديربي رجعوني سي ام، ما شو المفروض اسويه الحين. تعاقدنا مع منير الحدادي، هل هو ممكن يكون مهاجمنا الجديد؟ لانه هو ما دخل بروبي لين الحين. هي بلا منير يلا، حلوة حلوة لاعبي تعب بس يلا. اوكي يلا العب رئيسية. حلو، اوكي تشي تنتهي المباراة بنتيجة 3-2. فزنا في المباراة، سجلت فيها هدفين لمصلحة فريقنا. حلو، سجلت فيها هدفين وكنت ممكن اسجل هدف ثالث، واكيد ان شاء الله يعني اللاعب يكون هو رجل المباراة. فزنا، اتوقع وهاي فرحة اللاعبين، لان اتوقع ان هاي مباراة ديربي او مباراة قوية. لان اتذكر اني انا شفت واحد متوقع انه هو هولندي سوى فيديو عن هالمباراة في الحقيقة. لا، كلاسن كان رجل المباراة. حلو يا يا اخ، لو شو ما صار ممكن ما حصل جائزة رجل المباراة. اوه، كاتسيني ديل، هذه هي الطريقة الصحيحة. اوكي، اتوقع مساعد المدرب قاعد يمدحني الحين. بروح مع المدرب اخذ وياه مؤتمر صحفي. حلو، تمام، هاي صورة المقطع اليوم. ف
سوينا مهمتين من المهام الثلاث، بس حتى لو سدنا نقاطنا. شو الأنشطة اللي نقدر نسويها؟ يلا الفوز في الديربي، تبقى متواضعا امدح زملائك فريق، ركز على أدائك، امدح زملائك، فاهم؟ هي مدحنا لعيبتنا شوية، فاهم؟ نروح للمباراة اللي بتكون في السبت الجاي ضد اف سي 20، فاهم؟ ايه خلينا نسوي شوية تدريبات على الخفيف، أكيد بنسوي اللي كانوا باقيين وندرب، نشوف إن زدنا شوية، ونشوف شو الأنشطة اللي عندنا. أقرأ كتابا حول لعب كرة القدم المفضل لديك اللي هو أكيد الدون كريستيانو رونالدو، أو الظاهرة أو روبرتو كارلوس، مع إني أنا ولا مرة شفت الظاهرة ولا مرة شفت روبرتو كارلوس. أوكي خلونا نلعب ضد اف زي 20 في ملعبهم. يلا أوكي، أنا هداف دي في سي ب 14 هدف، ودايما يحطون كاتسين، ما يحطونه على لاعبي وهو يحمي، يحطونه على لاعبهم بس ويكتبون كلام عن لاعبي أنا. ف مباراة في الدوري، ما أدري الجولة رقم كم، بس مباراة خارج ملعبنا، يبوني أسوي أسيست أو معدل مراوغات، بحاول أسوي أسيست. لا لا لا، ما بقى أسوي أسيستين، في آخر مهمتي مهاجم. كلاسن يلعب لي، اوكي لا كيف صد الحارس، ويل عرضية خلاص، ايش لعب الطلبة بس كرة. يلا الهدف الاول 1-0 سجل لاعبي. شال اعتمالي احتمالية جوميز، هدف الأول 1-0 ضد اف زي 20 في ملعبهم. فشوف التمرير من كلاسن بالكعب والتسديدة في الشباك، الهدف الأول 1-0، ليتس جو. اوكي العبها لتاديتش، تاديتش 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 يلعبها، وكلاسن يسجل الهدف الثاني 2-0. اوكي كلاس اللي يصير يحتفل ويا الجماهير بهذا الهدف، شوف كيف راح تادج ولعبها وهدف الثاني حلو. يلا يلا يا عمر، يلا يا عمر، يلا كمان او كم باس، شو انا لعبت لك عشان تسجل وعشان تقدر حق تاديتش. لا لا يروح لعبهم، تسديده والهدف الاول. اوكي 2-1 في هذه المباراه، تشوف تمريره لعبه لمايكل فلاب وتسديدة في الشباك يحطها في 90. والله يلا يا كلاسن كمان، ما حد يبغى يعطيني اسيست ولا شو بالضبط؟ يلا عطني باس، عطني باس كمان، يلا عطني باس، عطني باس. اوكي راح تلوم وتنتهي المباراة نتيجة 2-1. خليني اسوي سكيب على كل شيء، اعرف اني انا ما خلصت الاشياء اللي كانت المفروض تكون علي،
فاهم، خير تشوف. ما جبت جول بس اكيد ما بكون رجل المباراة. منو بيكون؟ اكيد كلاسن. فما سويت مهمة واحدة بس في الاخير جبت 3 نقاط. حلو، اوكي. فاهم، بنحاول الحين نطور لعبي. في شو نطور لعبي بالضبط؟ السرعة، وشو بعد؟ ركلات الجزاء. فبنشوف هل لعبي بيتطور؟ لا، بعد سرعة لعبي الحين 85 والتسديد عنده 78. واضح انا شو المفروض اكون، جناح. ما سويت تدريباتي. سويت تدريباتي شي الوضع اوكي. خلونا نلعب هذه المباراة اللي بتكون ضد رينجرز. ملعب مو موجود في اللعبة بس يلا خلينا نلعب ضد رينجرز. اوكي، هذه الجماهير رينجرز في اسكتلندا في جلاسكو. والبرامج، وهذا هو الملعب اللي بتلعب فيه المباراة. ملعب مو موجود في اللعبة، طلع اي بروكس مو موجود في فيفا بعد. فاهم، هي خلونا نلعب ضد رينجرز في ملعبهم وبين جمهورهم. فاهم، يلا مباراة ثانية في دوري الأبطال. نحن لعبنا المباراة الأولى وتعادلنا ضد ليفربول 1-1، وهذا هو لاعبي. لازم ننيب تسديدتين على المرمى، بختار تسديدتين على المرمى. فاهم، ليتس جو ونلعب هذه المباراة. اوكي، فاول فريقنا. ويكو، يلا، يس يس، انا اللي سجلته، انا اللي سجلته. اوكي، هدف الاول 1-0 عن طريق لاعبي. ليتس جو، هدف اول في دوري الابطال في ملعب الايبروكس. هذا مو ملعب الايبروكس بس يلا، هدف اول للاعبي اسجله في دوري الابطال. انا ما ادري كيف سجلت هالهدف الصراحه. خليني اشوف، استلم لاعبي تسديده و مو بنى. حارس سجل على عمره، حارس سجل على عمره وانا ساتحتفل. كرة تمرير الآية لرينجرز وهدف التعادل. هدف التعادل لرينجرز قبل نهاية الشوط الأول عن طريق موريلوس. ألفريدو موريلوس يسجل هدف التعادل لمصلحة جلاسكو رينجرز. فكرة تمريرة وتسديدة أكيد بيسجلها هدف التعادل لهم. الكرة تلعب لي وجول، الهدف الثاني، الهدف الثاني 2-1، هدف الثاني لمصلحة فريقنا. ليتس جو قبل نهاية الشوط. دفع كيف سلك شي اصلا؟ خلينا نشوف البينية، لعبت من فوق واستلام وتسديدة باليمين حطيتها في الشباك. هدف الثاني جولدسون اللي نزل، واحد من اساطير في الالتيمت تيم. يلا هدف ثاني. كاكاسيو، واو كيف تصدي من الحارس. شوف الكرة العرضية والرأسية كانت حلوة، ولا صدالة الحارس. كفو حارسنا. كرة، يلا يلا، آخ يا حرام علي، حرام علي، في مثل هالمباراة بضيع هالفرصة. كرة، حكم، أوكي،
يلا 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 يلا. والهدف الثالث، الهدف الثالث، 3-1. أسجل الهدف الثالث في هذه المباراة، أسجل هدف يحسم هذه المباراة تقريبا. 3 نقاط حق أياكس، 3 نقاط في دوري الأبطال، هدف ثالث، 3-1. خارج الكرة كيف عمر لاعبي وتسديده في الشباك، الهدف الثالث من ريلي اليسار، أسجل هدف ثالث ضد رينجرز في ملعبهم، ضد رينجرز في اسكتلندا. أنا في اللاعب البريطاني، اللاعب الإنجليزي، أسجل هدف ثاني. يلا، والهدف الثالث، الهاتريك، الهاتريك. سويت لايك. أتوقع أني حلبت الاحتفالية بالنسبة اليوم. هدف الثالث، هاتريك في هذه المباراة، هاتريك للاعبي، أسجل هاتريك على رينجرز في ملعبهم، هاتريك في دوري الأبطال. شوف الكرة استلام وتسديد أخير، وكامبوس سوالي شيء، وكامبوس سوالي أسست يا جماعتي. فشوف استلام وتسديد، حطيته في المرمى. إيه، سانشيز يطلع ويدخل، كودوس أتوقع. لا حكم، حرام عليك، كنت ممكن أسجل سوبر هاتريك، بس على الأقل جبت كرة الهاتريك في هذه المباراة، وفزنا ضد رينجرز في ملعبهم. هي أحط لنا شو لاعب يسوى، بس هل أنا كملت كالمحامي؟ أنا كنت راجع المباراة بكل تأكيد، و هل أنا كملت كالمحامي؟ ما أدري، ما كتبولي. فبايرن ميونخ متعادل مع بيلزن، أوكي، لا ما كملت كالمحامي، فأتوقع أنه بسبب في الاستحواذ أو شيء ما. هي جبت كرة الهاتريك في مباراة اليوم، حلو. أرجع إلى هولندا مع جائزة رجل المباراة مع كرة الهاتريك. أتوقع أن الحلقات يعني بدأت تطول يعني. عمر البطل. أوكي، خلينا نقرأ هذا المقال، أو ما بنقرأ هذا المقال، هذا المقال أنا بقرأه بعد الفيديو. إيه، أنا بطل. أوكي، فخلصنا شهر، هذا شهر أتوقع سبتمبر، فبحلم بات أي زد للأسف ما بلعب في الحلقة، لأن الحلقة يعني شوية حصة طولت، عشان شي الهالوين، فعندنا حفل هالوين الفريق، وعندنا حفل هالوين الخيري، وأقصد الهالوين في الصالة الرياضية. يا هذا يعني أنا بقرأ في الحلقة الجاية، فأتوقع إن إلى هني وصلت الفيديو. أتمنى استمتعتوا، لا تنسوا اللايك والسبسكرايب والجرس والعيون الهاتف اللي سجلت في دوري الأبطال. كان معكم كابتن مارتا، مع السلامة شباب.